ماما كانت بتقول لي انت مش متخيل مصر دي كانت حلوه ازاي. هو فعلا هم شكلهم كانوا رايقين تماما. الصوره دي مكتوب عليها ميعادي 38. العالمين دي ماما وهي صغيره يعني بتاع 22 سنه تقريبا، واللي على الشمال ده خالي، والجدع التاني ده غالبا خالي التاني بس مشاكك في الموضوع ده، يبقى اللي جنبه دي تبقى مرات خالي يعني مش متاكد. ماما كانت بتقول لي الشوارع كانت بتتغسل بخراطيم الميه والعمارات كمان. و اخر روقان والله. وانا فاكر وانا صغير كانت الشوارع كان بيجوا على شهر 3 كده او بدايه 4 والشجر كله في شارع رمسيس. شارع رمسيس ده كان مليان شجر كان بيتألم. ده بابا على اليمين، وعلى الشمال ده عمي القسيس ميشيل، في الوسط دي اختي، وغالبا دي عربية ابويا اللي كان عنده عربية شوفوليه وقتها، ده غالبا في المدرسة او يمكن اسكندرية، غالبا المدرسة. الشجرة دي متهيألي كانت عندنا في المدرسة. وده بابا هو صغير 6 7 سنين يمكن، بس ممكن يبقى عمي لانه هما كانوا اخين توأم. بس غالبا لو الصورة دي عندنا يبقى بابا، مع انه شكله كده عمي. ده بابا وهو بيرسم، لانه بابا كان غاوي رسم. ودي ده الحامل اديته هدية من علي، مش عارف لو اقدر استرجعه، ممكن نحاول. ده بابا برضو وهو بيرسم، متقمص شخصية الرسام والفنان، وعمل قصة ولبس بتاع كده حوالين رقبته مش بطالة تماما. ده برضو عمي القسيس. فين مش عارف الكلام ده فين. ده جدي. ومين اللي مع جدي ده بقى؟ بابا او عمي برضو، ستات مش عارف الحقيقة. اهو بابا واخو التوأم. مين دي بقى؟ مش عارف. بنت خالته ميري ديمتري سعد، ما اعرفش، ممكن هي كانت كده شخصية. ده بقى مش عارف بقى احنا في راس البر هنا ولا في سهارة سيتي، مش عارف في عمارات، يبقى يمكن ده هنا ولا هنا. ناس مروقة تماما تماما. ده فين الكلام ده كله؟ مع طاولة روقان برضو. ده معرفش فين. ده جدي برضو، و غالبا عمي الكبير القسيس وهو بقى طفل خالص بقى. في تاريخ مش باين تاريخ. ده بقى معرفش بقى اخو جدي ابو جدي، بس راجل شكله وقور جدا جميل. فول اسأل عمي بل لسه عارف الحاجات دي. وده كانوا غالبا مصيفين في لبنان، مش عارف بقى ابويا ولا جاب يا عمي. وده ابويا وعمي وعمي التالت جورج وهو طفل. ده برضو هما ايه شكلهم في زي تنكوي برضو. داخلين بقى ايه في على صور ما نعرفش اساسا بتاعت مين. ده نيجاتيف ورق، ده كان حاجة بيسموها كاميرا مايه اللي بتستعمل نيجاتيف ورق. معرفش مين، معرفش. ده بقى غالبا برضو ابويا وعمي. ده برضو معرفش. بص عليها بلوبه.